الحياة فهم. الحياة فهم. صح عليك. violence, violence, العنف. هذه اللفظة المربكة عبارة تختصر أشكالاً والأثر واحد. عبارة تعكس الألم الذي يسببه الآخر. المعنف والمعنف علاقة سلطوية قائمة على الأذى. يكون الأول قريباً أو غريباً، زوجاً أو أخاً أو صديقاً وأحياناً أباً. وحينما يكون الثاني امرأة يكون الأثر أكثر عمقاً. إن المرأة ضحيته الأولى، حيث لا تزال مجتمعاتنا تعتبر العنف المسلط على النساء أمراً عادياً أو مألوفاً في مجتمع ذكوري نزعة. هذا ما ترويه لنا فاتن بطلة قصتنا لليوم. فاتن وهو اسم مستعار لبطلة قصتنا، تعرضت طيلة فترة زواجها التي تواصلت لأربع سنوات إلى كافة أنواع العنف، أكثرها صدمة وأعمقها أثراً في نفسها كان الاغتصاب الزوجي، بدأ يوم زفافها وتطور بعد ذلك إلى أشكال أخرى للعنف. في البداية كان عنف جنسي في البداية، وذلك اللي كانت الصدمة الكبيرة في المراحل الأولى من الزواج، كان عنف جنسي شديد، كانت صدمة كبيرة وحاجة معناتها اللي أزمتني نفسانيا، معناتها ما كنتش نتوقعها. من بعد أنا عشت معاه أنواع أخرى متاع عنف، في كل مرة نعيش حاجة جديدة، في كل مرة نتعرض للعنف من نوع آخر. برسك أنواع العنف الكل أنا عشتها معاه. العنف المادي أنا تعرضت له برشا معاه، كان يضرب في كل مناسبة من غير مناسبة، كان يضرب، كان عنيف، يضربني أنا وزيد يضرب بنتي. تروي فاتن أن العنف الذي عاشته كان معنويا أيضا، حيث أمعن زوجها السابق، وهنا تصر على التأكيد على أنها باتت مطلقة حرة، كان يمعن في نعتها بأفظع الألفاظ وأقساها، شبهها بالحيوانات واعتدى على ممتلكاتها، حتى أنه كان يفرض عليها أي الأحزاب تختار في الانتخابات، وإذا عرضته يشبعها ضربا وإهانة، كان يمتلكها ويوجهها ويستغلها. حتى العنف المعنوي ما عندكش فكرة على الألفاظ اللي كنت نسمعها من عنده، كلها إهانة، كلها مس من كرامتي. يحاول ديما باش يقزمني، باش ينقص من مستوايا، باش يصغرني، باش يهيني في من مناسبة ومن غير مناسبة. العنف المادي خاطر يخلي أثر سلبي كبير في نفسيتي من داخل، ينعتني بأبشع الصفات، يمثلني بالحيوانات. كنت ساكتة الحقيقة، حتى ممتلكاتي، حتى فلوسي، حتى معناتها مدخراتي كلها ولت يلزم في جهه هو، ولا يلزم هو اللي سيطر عليه. ما عادش عندي الحق حتى باش نتصرف في الراتب الشهري متاعي. العنف السياسي أنا تعرضت له معاه، أنا كي تجي وقت الانتخابات وحبيت بعدها النخب للحزب اللي أنا مقتنع به، اللي أنا حبيت أن ننخب له، أنا كليت تطريحة أنا وقتها. معاناة فاتن استمرت أعواما، وكانت في كل مرة تحتج على وضعها وحياتها تجد صدا من الزوج الذي كان يخرس صوتها بالضرب والإذلال، فيما كانت عائلتها تلومها وتحد من عزيمتها. الطلاق عيب في المجتمعات الريفية ووصم لا يزول. من المرة الأولى ما نجمتش معتها نتكلم معناتها، وحتى كي حاولت باش نتكلم لقيت رفض كبير معناتها، ولقيت صد كبير كسواء من عائلتي ولا حتى من المجتمع معناتها. ليه ما لازمكش تطلق؟ ليه ما عندناش شكون في العائله يطلق؟ الكلام هذا ما عادش تعاودوا، هني على روحك. لكن يقولون كلما أمعن الظالم في ظلمه اقتربت ساعة هلاكه، وكلما اشتد ضيق المرء اقترب من الخلاص والنجاة. وهكذا جاء خلاص فاتن، حيث استنهضت مرارة تجربتها قوة المرأة والأم داخلها، وصنعت منها أخيرا امرأة قالت لا في وجه جلادها وفي وجه المجتمع. لكن انهارت اللي حسيت اللي اختار قرب برشا لبنتي، وليت بنتي تتعنف معايا، وليت كنت تعنف أنا بنتي تتعنف معايا، ولا حتى اختار كبير يحيط بنتي، كي وليت نرى اللي ثم عنف جنسي
يهدد في بنتي. كي وليت نرى اللي بوها يحاول باش يتحرش بها ويحاول باش يسطو على بنتي، وقت هذيك انا حسيت معناتها اللي يلزمني نتحرك، يلزمني ما نعادش نسكت، يلزي ما سكت في حقي، خليني نتكلم باش اللي عشته انا ما تعيشوش بنتي. يزي خاطر زيدا وقت اللي نبدا انا معناتها نتعارك معاه ويعلى الصوت، بنتي تبدا بحذية وتبكي، معناتها حتى هي وليت تعيش في حاله نفسيه صعيبه. وقت ذيك انا حسيت بالخطر كبير برشا، انا سكت في حقي، ما لازمنيش نسكت في حق بنتي، يلزمني ننقذ روحي وننقذها. وقت ذيك انا تحركت وتحديت عائلتي وتحديت المجتمع وخرجت من هاك ثنية متاع وسع بالك وهني. رحلة فاتن لاسترداد كرامتها ساعدتها فيها الهياكل التي تعنى بحق المرأة، أهمها كان مركز أروى القيروانية لإيواء المعنفات ومقره معتمدية السبيخة من ولاية القيروان. تقول مديرته منال كشات أنه لعب دورا كبيرا في إيواء عدة نساء معنفات، على غرار محادثتنا، حيث يقوم بالإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف ويوفر لهن الحماية والمتابعة القانونية، بالإضافة إلى المأكل والإحاطة النفسية وتوفير مختلف احتياجاتهن. المركز هذا كانت فكرته ممتازة برشا، هو ما كانش موجود، كان في ولاية القيروان، زاد فما مركز إيواء كان في قفصة، مركز إيواء في المهدية، ومركز إيواء زوز مراكز إيواء في تونس. تجربتنا كانت تجربة ناجحة برشا، تجربة خدمة برشا، والهدف متاعها الأساسي هو الإحاطة والتعهد بالإمرأة المعنفة أنواع بجميع أنواع العنف، كان عنف مادي، معنوي، اقتصادي، جنسي، قضاء، اكسترا. دونك معناتها نحن المرأة المعنفة كي تجي المركز الإيواء لازم كما تخرج من المركز يا تكون معناتها ضمننا الحق متاعها هي وصغيراتها، يا تكون عملنا معناتها خدمنا على التمكين الاقتصادي نتاع المراه. اغلاق المركز بسبب توقف التمويل يطرح عديد التساؤلات، لماذا تظل هذه المراكز مغلقه وتبقى مصدّة في وجه النساء المعنفات في الوقت الذي نحتاجه فيه، وفي الوقت الذي تجد فيه عديد المشردات انفسهن بلا ماوى في الشارع. فرصة تمت من خلالها 3 سنين ومعنتها وفي الكونترا، وذك علاش معنتها توا بور لو مومون المركز مسكر، وهذا ما يعنيش هو تسكر وقفت الخدمات نتاعنا، صحيح خدمات الإيواء وقفت، مي خدمات التوجيه والإنصات والتعهد بالنساء كان عن طريق الأخصائية النفسية أو الاجتماعية أو القانونية، قعدنا مازلنا حاليا نخدمه خاطر النساء عطونا ثقتهم، نحن خدمناها خدمة كاني خدمة إنسانية. إن شاء الله نأمن كونه مركز الإيواء اللي يرجع، خاطر تجيني برشا إشعارات من كسوسوا على الرقم الأخضر ولا عن طريق الفرق المختصة، النساء معناتها بيتة في الشارع، النساء بيتة تحت القناطر، مش ملاقين لهم حل. من جانبها تشدد مفيدة بشير رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع القيروان على أن ما ينقص في التعامل مع ملف المعنفات هو تطبيق القانون، حيث يوجد فرق شاسع بين القانون والتطبيق، بين نص القانون وتطبيقه، بالإضافة إلى إخلالات أخرى في التعاطي والتعامل مع النساء ضحايا العنف. جمعية النساء الديمقراطيات عملت دراسة على نفاذ النساء إلى العدالة، معناها الصعوبات والتحديات. الدراسة صارت تحكي معناها فيها بحث من 3 سنين من اللي خرج على خروج القانون معناها 58 إلى حد الآن. رغم القانون، رغم اللي جاء فيه الكل بين اللي ما جاء في القانون وبين التطبيق، بعد سماع القانون مازالت النساء تضيع، مازالت تم تقوضات يقول لك أنا تم قضاءات يقول لك أنا مش مستعرف بيه، ما نستعرفش بيه القانون، ما نحكمش بيه، هذا قانون مانيش مستعرف بيه وما نحكمش بيه، مازالوا يحكموا بمجال الأحوال الشخصية ومازالوا يحكموا بالقوانين معناها اللي ما عادتش اللي تطورت وتبدلت وتغيرت. كيفاش تحب أنت مرأة معناها تلقى حق؟ صعيب، بالحق صعيب. لتو القانون يقول المرأة تاخذ شهادة طبية، الشهادة الطبية تاخذها مجانا.
من بعد دو سمان الثاني المرأة تقول لي ضربها راجل عنفها راجلها ضربها بشاكور على راسها هز عاون أمن وصلها للسبيطار دخلت بعد ما عديت قطرة ما عديت مشان الطبي قبل بفلوس. ويبقى الفوز بقضايا العنف المرتكبة في حق النساء أمراً منهكاً وطويلاً يتطلب نفساً وإصراراً كبيراً في عدة أحيان ويتطلب إيماناً عميقاً بحق النساء في حياة كريمة وأن يكن بمأمن عن العنف والإهانة. القضايا اللي عشت برشا معناها قضايا ما وجدت مسبات وجوغي بينام معناها بشتر ويزمع برشا جهد برشا نفس طويل ساعات المرأة تمشي معاها تمشي معاها وانتي تتعب لك البوغ تعبنا احنا ما مقدور عليه وما تضادفوش وما تضامروش هي الحاجة اللي باية انك مجدي ما توصل نتيجة خاطر سبغي اللي اثنية بتاع القانون ضيع برشا في يزمها جهد ويزمها جيش ويزمها نفس يعني قلت لك ساعات انسى تقصفك هي وحاكا ما تجمش انتي تفرض عليها تقول لك لا سلام لا بطلت ساعات تبطل وترجع نفس العنف اللي جاتك عليه المرة الأولى يعاود يتسلط عليها عنف آخر من نفس النوع تعاود ترجع وثم قضايا اللي أنا نذكرهم معناها تتعب فيهم بالحق لكن إنسان تمشي وتجي وترجع لك وتبدأ خاطر في الآخر تقول لك أنا هذيك هي النور بتاع الأمل اللي عندي أنا هذيك هي معناها أنا متكبشة فيكم أنتوما مادام تبعثوا فيا الأمل ومادام تقول لي وراه مازال عندك حق وراه القانون يقول لك حقك أنا تبع. ثم قضايا تقول لك قداش معاها معناها تولي عشرة بينا وبين ضحية باشا جاية مسكينة تتحللها برشا لبان. توقف العنف ضد المرأة يبدأ بكلمة واحدة لا في وجه المعنف لا في وجه المجتمع اللي يدفع المرأة للصمت والاستسلام. رسالة لكل النساء المعنفات ثرنا على العنف أقبلنا على الحياة مطالبة لهياكل الدولة لحماية النساء ضد العنف وحمايتهن ضد التمييز والمحافظة على المراكز اللي تأوي النساء المعنفات مطالبة لهياكل الدولة بتطبيق القانون حماية النساء المعنفات يبدأ بتطبيق فعلي للقوانين. الحياة فهم الحياة فهم صح عليك.